حصلت طيران الخليج الناقله الوطنيه لمملكه البحرين بالتعاون مع مؤسسه كاسل ليك الاستثماريه المتخصصه في تمويل صفقات الطيران حصلت على جائزه الابداع في الحلول التمويليه. نعم وذلك في حفل جوائز اير فاينانس جورنال العالميه للتمويل في قطاع الطيران العالمي وهي جائزه تمنح سنويا لتكريم الانجازات المتميزه في صناعه التمويل الجوي على المستوى العالمي وتتميز بانها تمنح للشركات والافراد الذين قاموا بتحقيق اداء متميز ومبتكر في هذا المجال كما تعد من اهم الجوائز في صناعه التمويل الجوي وتحظى بمتابعه واسعه من قبل رواد الصناعه والمستثمرين والمسؤولين الرئيسيين في صناعه الطيران